من بعد ما أجرى الزميل علي ياسين مقابلة مع الفنانة ميريام كلينك واللي أثارت بلبلة بعد ردها على الممثلة نادين الراسي اللي علقت بأحد البرامج التلفزيونية على الأمر وحكيت بأنه أغنية جول لميريام فيها إيحاءات جنسية وأنها بتستغل فيها الطفولة. فردت كلينك عليها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفتها بالجردون السوداء وتحدثت عن عدد من الفضايح واتهمت نادين بالقيام بأعمال مخلة بالآداب بالبترون وختمت استحي عندك أولاد شباب كل لبنان عم يتمسخر عليك. تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعد ما تم تداول فيديو جنسي إلهم واللي نقال إنهم كانوا مع المخرج خالد يوسف، وتم التأكد إنه فاروق والحاج ظهروا بالفعل بالفيديو بدون ملابس نهائيا. نفت الممثل السوري جيني إسبر خبر نشرته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتباطها، وقالت إسبر لموقع الفن ما ارتبطت وما خطبت وما تزوجت وكل اللي عم ينقال هو مجرد إشاعات ووقت يصير الموضوع فعلا رح أقول لكل الناس. كشفت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوصيل عن أول صورة لوالدتها من مرحلة شبابها، ونشرت بوصيل الصورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعيادتها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها، وأجمع بعض المتابعين أنه في شبه كبير بيناتهم. بعد ما لفتت الأنظار المطرب الكبير نجوى كرم بإطلالتها خلال حفل عودتها لشركة روتانا تحديداً لفستانها الأسود اللي تميز بقصته عند منطقة الصدر والفتحة الطويلة بفستانها فوق الركبة، عادت إطلالة نجوى بهالفستان للتداول من جديد من بعد ما أطلب بالفستان نفسه نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان بإحدى المناسبات. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لنجوى ولكارداشيان وأشاروا إلى أنه الفستان تناسب بقصته الضيقة أكثر مع نجوى. بحسب معلومات خاصة بموقع الفن حصلت الفنانة أنغام على 9 ملايين جنيه كأجر عن برنامجها الجديد الزمن الجميل واللي عم تشارك فيه مع الفنان مروان خوري والفنانة أسمى المنور، ومن المفترض أنه ينعرض البرنامج على شاشة أبوظبي. واشترطت عليها إدارة التلفزيون أن ما تظهر على أي برامج تلفزيونية تانية خلال فترة البرنامج حتى لو كانت ضيفة. ترددت أخبار عديدة بتفيد أنه النجم جاستن بيبر عم يلتقى بالسر بالنجمة سيلينا غوميز ببيت أحد الأصدقاء بدون معرفة هايلي بالدوين، وأفادت وسائل إعلام أجنبية أنه بيبر خبر سيلينا أنه رح يحبها دايما وأشار إلى أنه علاقته ببالدوين ما عم تمشي على خطى صحيحة وأنه زواجه منها هو أكبر غلط ارتكبه. هايلي عرفت بالأمر وقررت الطلاق من بيبر وأدركت أنه تسرعوا بخطوة الزواج من بعض. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.